السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. نريد أن نتحدث اليوم عن فوائد الحيوانات. أولا، نذكر خالق هذه الحيوانات هو الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى كرم هذه الحيوانات بأن ذكرت في أسماء سور بالقرآن الكريم وآيات بأسماء هذه الحيوانات. ومن الأمثلة على سور القرآن الكريم سورة الأنعام، سورة البقرة، سورة النحل، سورة النمل. والآن سوف نشاهد فيديو عن فوائد الحيوانات. بقرة تعطينا حليب، بقرة تعطينا حليب. البقرة حيوان أليف يأكل الأعشاب، يعيش بالمزرعة. نستفيد من هذا الحيوان الحليب. بقرة تعطينا حليب، نحلة تعطينا عسل، نحلة تعطينا عسل. النحلة نستفيد منها العسل الذي يقوي الجسم ويعطي المناعة. نحلة تعطينا عسل، دجاجة تعطينا بيض، دجاجة تعطينا بيض. الدجاجة التي تتغذى على الحبوب ويغطي جسمها الريش، وهي نوع من أنواع الطيور ولكنها لا تطير، نستفيد منها البيض وأيضا نستفيد من البيض. خروف يعطينا صوف، خروف يعطينا صوف. أما الخروف فهو حيوان أليف ويعيش بالمزارع ويغطي جسمه الصوف ويتغذى على الأعشاب. أيضا نستفيد من الخروف لحمه يؤكل، وأيضا نستفيد منه الصوف، والصوف يؤخذ ونصنع منه الملابس التي تدفئنا من فصل الشتاء. خروف يعطينا صوف، ماذا تعطينا الدجاجة؟ تعطينا صوف أم عسل؟ والآن يا أطفالي سوف نتحدث عن فائدة الدجاج. هل فائدة الدجاج بالصوف أم بالعسل أم بالبيض؟ فلنفكر. نستفيد من الدجاجة البيض. ماذا تعطينا؟ فكروا جيدا. تعطينا بيض، أحسنتم. ماذا تعطينا البقرة؟ هل تعطينا عسل؟ هل تعطينا حليب؟ هل تعطينا صوف؟ أما البقرة الحيوان الأليف الذي يتغذى على الأعشاب، نستفيد منه العسل أم الحليب أم الصوف؟ نستفيد منه الحليب الذي يقوي العظام. ماذا تعطينا؟ فكروا. تعطينا حليب، بقرة تعطينا حليب.